يا مساء الفل. طبعا كل محافظة اشتهرت بطريقة كبدة. احنا هنلم الشمل ونعمل مصالحة ما بين المحافظات ونعمل كبدة هنلم فيها كل الأطعام بتاعت المحافظات. هيبقى عندنا نص كيلو كبدة سلايس، تمام؟ هنحتاج لها ايه؟ فصين توم يعني بصوا مطحونين قوي، يعني فصين اتنين حلو قوي، وشوية عصير ليمون. الكبدة بتحب التوابل، كزبرة ناشفة ماشي، كمون ماشي، بابريكا ماشي، يعني كل ما تدي الكبدة توابل كل ما طعمها يبقى اعلى. شوية كزبرة صغيرين كده، شوية ملح طبعا، شوية فلفل اسود، شوية كمون حلو قوي، الكمون مع اي حاجة فيها توم بيعلي ريحة التوم قوي، شوية فلفل اسود، شوية بابريكا كمان. احنا عندنا النهاردة ايه؟ فرح مش كبدة. نزود بقى ايه؟ البابريكا شوية، ونبتدي نقلب كل المحتويات دي في بعضها. طيب الكبدة بتاعت الحيوان بتتغسل؟ انا ما بحبزهاش مغسولة الا اذا كان طبعا في العياد بيبقى عندنا الفص على بعضه نشطفه، لكن اللي بنجيبها من عند الجزار متقطعة دي ما تغسلهاش. اما كبدة الفراخ اتكلمنا قبل كده في الغسيل بتاعها، نركنها جانبا كده ونروح نجيب بلانشة بقى ونقطع البصل بتاعنا عشان نبتدي نحطه على النار. حلو قوي، بصلتين كبار كده، وابتدي قطعيه. كبدة يعني طاسة سخنة، يعني شوية زيت، ويا سلام بقى لو عندك حتة ليا، ما هي الليا الليا. خلاص ابتدي الطاسة سخنة، اعلي النار شوية وابتدي انزل بالبصل. حلوة قوي كده البصل وهو على النار كده، هديله شوية ملح يتبلوا معايا بسرعة ويديله طعم. ايوه كده، ما تنسيش ان انت حاطه ملح على الكبده. ونديله تقليبه، عندك بقى زارك محمدين حسنين من البلد، المقدار ده هيكفي محمدين ويكفي حسنين. خلاص كده البصله بتاعتي بتقول للكبده تعاليلي، ابتدي اروح انزل بالكبده وبتوابلها وبتومها وكل حاجه فيها. اهو ده كبده، بقول تاني يعني طاسه سخنه يعني نار عاليه، الكبده لما تقعد وقت على النار بتسد، فانا مش عايزه مش عايزاها تشد، انا عايزه الكبده جوسي كده طريه. قلبي بقى كله في بعضه كده. وفي حاجات بقى في الكبده نعرفها، طيب امتى الكبده تبقى استوت؟ تبقي عارفه ان هي استوت لما تلاقي الماده الدهنيه بدات تتجمع في جنب كده لوحدها، تفصل عن الكبده. طب انا حاسه ان الكبده ناشفه ما فيهاش ماده دهنيه، طبعا هي بتحب المواد الدهنيه، هنعمل لها ايه؟ بصوا هنركن الكبده على جنب كده، ونجيب شويه زيت ونحط في شويه الزيت دول ايه بقى؟ فصين الثوم اللي عندي، اديهم تشويحه على جنب كده، وابتدي اخلطهم في الكبده لوحدهم اهم، والكبده على جنب. هتدي تست حلو قوي قوي، جربي الحاجات الصغيره دي في الاكل هتفرق قوي معاكي. نص دقيقه كده وهنقلبه كله في بعض. حلو قوي، ابتدي ادمج. يبقى انت عندك تومه نيه حطيتيها في الاول خالص طعم تاني، وعندك التومه اللي انت اديتيها تشويحه صغيره على جنب هتدي طعم مختلف. الفلفل بتاعنا ما ننساهوش، ولسه طبعا الفلفل الحراق جاي. الفلفل بقى ما تفضليش تسوي، انا مش عايزاه يموت، انا عايزاه صاحي يعني يقرش كده، هيحافظ على لونه ويديكي طعم. تعالي بقى قربي مني كده وشوفي الكبده استوت ازاي. عندك الماده الدهنيه اهي، بصي فصلت من الكبده، ما بقاش فيه ميه في الكبده، تعرفي ان الكبده استوت تمام. طب ناقصها ايه الكبده؟ ناقصها ان محدش ياكل منها. طب محدش ياكل منها ازاي؟ احط قرن فلفل حراق بس، لا كمان شويه اخضر عشان محدش ياكل خالص يعني. خلاص بس كده كفايه، ونبتدي نديها تقليبه واحده
حلو كده، ونطفي عليها النار على طول، ونجري نقدمها في طبق حلو. ونقول محتاجة ايه؟ محتاجة شوية مخلل، محتاجة شوية عيش وخلاويص. اكلة سريعة وسهلة، وفي ربع ساعة بتتعمل. نبتدي نقدم اهو، حلو قوي كده اهو على جنب، وكمان عود اخضر برضو اهو كده. يا سلام بقى لو حباية طماطم نعملها وردة نزوق بيها قلب الطبق. حلوه قوي، حاجات بسيطه قوي اهو اضافت للطبق بتاعنا شكل جميل كده. الورده تبقى مظبوطه. وبكده نكون خلصنا طبقنا البصل والثوم في الكبده، بيدوها طعم هايل جدا. قبل ما تعلقي لي اي تعليق جربي الطريقه دي هتعجبك جدا، وحبه الحاجات الصغيره دي ضايفه للطبق طعم حلو وشكل حلو، و هتوحشوني الحلقة اللي جاية. السلام عليكم. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.